في الجزئية دي. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل تحيه ليك ولكل ضيوفك الكرام ولكل جمهور النادي الاهلي. عايز اتكلم معاك على تمرينه النهارده ونطمن على اخبار الفريق واستعداده وبرنامج اليوم، جاهزيه سكواد النادي الاهلي واللاعبين اللي ممكن يكون عندهم فرصه مشاركه بكره، وبالتاكيد طبعا زياره كابتن خطيب في للاعيبه النهارده في الملعب. يعني هبدأ معاك في البداية إن شاء الله، بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. البداية كالعادة مع الكابتن محمود الخطيب بقراءة الفاتحة مع لاعبي النادي الأهلي. مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة زي ما قلنا، 180 دقيقة مهمة جدا. الشوط الأول خلاص انتهى، لابد إن احنا يكون في تركيز كبير، ويمكن زي ما أنت عارف زميلي أحمد بالقلب وبالشخصية المباراة دي تتحسم مهما كانت الفنيات ومهما كانت الأمور، وبجمهور النادي الأهلي العظيم اللي هيكون حاضر بمشيئة الله 50,000. الحقيقة شيء رائع ومميز جدا، بنحيي عليه طبعا وزارة الداخلية إن هي تفهمت بشكل كبير جدا إن هذه المباراة مهمة لفريق النادي الاهلي ومباراه بطوله. فان شاء الله باذن الله يكون مستر كولر قدر في الوقت القليل ده، هي فيها صعوبه كبيره جدا ان انت تطبق عملي او تصحح اخطاء بشكل كبير، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا فيه ان هو يتكلم مع اللعيبه نظري، وبعض الامور ان شاء الله يتم تطبيقها النهارده بعد انتهاء ال 15 دقيقه الاولى. يعني خلاص يمكن الربع ساعه المعتاده طبعا في التدريب الاخير انتهت، التدريب دلوقتي مغلق لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله تكون الجاهزيه تامه لكل اللاعبين. سريعا ان شاء الله باذن الله امام عاشور بكامل جاهزيته ان شاء الله يكون في قائمه فريق النادي الاهلي، تواجده في التشكيل الاساسي من عدمه هي رؤيه طبعا لمستر كولر. يمكن شفنا عمرو السوليه بيواصل التاهيل، الكل جاهز، يعني مش هنتكلم طبعا هل الكل جاهز، وتحديدا امام عاشور جاهز بشكل كبير. كهربا ايضا كمان اطمنا عليه من طبيب النادي الاهلي جاهزيته ان شاء الله في مباراه الغد. زي ما بقول لك هي رؤيه فنيه، لكن من حاله اللعيبه واضح التركيز الكبير جدا لفريق النادي الاهلي. مستر كولر اجتمع بيهم قبل المران 15 دقيقه او 20 دقيقه، اتكلم على اهميه هذه المباراه، اتكلم على ان احنا ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نتخطى هذه المباراه بالجديه وبالاداء وبالحماس وبروح الفانيلا الحمراء. كل الامور دي الحقيقه واصله لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير. يا رب بس النهارده التدريب يكون يعني اللعيبه تحافظ على نفسها بشكل كبير، لان في حماس، واضح ان في حماس لكل لعيبه النادي الاهلي، الكل عايز يكون ليه دور في مباراه الغد. بنتمنى ان شاء الله باذن الله التشكيل يكون مثالي، التشكيل يكون اللي موجود في ال 11 يكون جاهز بكل قوه لهذه المباراه، لان الخصم اكيد شفنا التصريحات وشفنا كل الامور دي. يا رب لعيبه النادي الاهلي يكون عندها الدافع الكبير ان شاء الله باذن الله تكون فرحه بكره. 1-0 مش نتيجه بعيده، نقدر نحط جون واثنين وثلاثه ان شاء الله، لكن محتاجه قلب كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، وده اللي بنراهن عليه. رهنا على الروح اللي دايما كانت سر في انتصارات النادي الاهلي. صحيح امتحان صعب، لكن احنا قدها ان شاء الله باذن الله، والاهلي يفرح جماهيره بكره. بشكرك كريم، شكرا جزيلا. سريعا جدا يا بلال، يعني هسكيب الحته اللي فاتت وعايز اسالك، بكره ماتش مين؟ اكرم ولا هاني؟ اكرم. معلول ولا الدبيس؟ معلول. منعم وياسر ولا منعم وربيعه؟ منعم وياسر. منعم وياسر. في نص الملعب كوكا ولا مروان؟ مروان. ديانج وامام ولا قفشه وديانج؟